نرحب بحضراتكم مرة تانية، وكعادتنا بنبدأ معاكم أخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح. ومن أهمها، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل أمس بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع تابع فيه خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص، وكمان تابع موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ وتوفير أيضا الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات. تفاصيل هذه الأخبار وأكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني. شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن السودان الشقيق على النحو اللي بيحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة خطة التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتمكين القطاع الخاص. وأشاد مدبولي بالتعاون اللي دشنته الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية بعد أن تم اختيارها كمستشار استراتيجي للحكومة لبرنامج الطروحات، سعياً من الحكومة للاستفادة من الخبرات المتراكمة للمؤسسة في تمكين القطاع الخاص في الأسواق الناشئة وتنفيذ الطروحات وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة موقف الإفراج عن السلع والبضائع من الموانئ، وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة التنسيق بين مختلف الجهات ذات الصلة بعمليات الإفراج الجمركي بما يحقق سرعة وانتظام هذه العمليات وتوفير مختلف الاحتياجات والمستلزمات لمختلف القطاعات لا سيما ذات الأولوية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمدينة العلمين الجديدة لمتابعة خطط توفير الاحتياجات من المواد البترولية، وأكد رئيس الوزراء على استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية لضمان توافر مختلف المواد والمنتجات البترولية اللازمة للقطاعات الحيوية الإنتاجية منها والاستهلاكية، وده بما يضمن التشغيل الدائم للمشروعات الصناعية والإنتاجية إلى جانب توفير المواد البترولية اللازمة لإتاحة مصادر الطاقة المطلوبة تلبية لمختلف الاحتياجات. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترح مقدم من مجموعة أندوراما العالمية بشأن إنشاء مصنعين للأسمدة الفوسفاتية والسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية. استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الخطاب الموجه من مجموعة أندوراما العالمية بشأن إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وآخر للسيليكون المعدني لإنتاج الألواح الشمسية، مشيراً إلى أنه سبق أن عقد اجتماع مع المسؤولين عن الشركة اللي أبدوا اهتمام بتوسيع استثماراتهم في مصر. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي اللي بتنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي، ويستمر تنفيذهم لعدة أيام، وده في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. حضر تنفيذ المشروعين قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. كان في شائعات انتشرت على السوشيال ميديا وبعض الصور المفبركة لمقبرة متهدمة. قالوا إيه عن هذه المقبرة؟ قالوا إن هذه الصور بتخص مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي ومقبرة الإمام ورش، طبعاً صاحب إحدى القراءات السبع للقرآن الكريم. محافظة القاهرة نفت كل هذه الشائعات وقالت إنه ما تم تداوله غير صحيح ولم يحدث أي إزالة سواء لمقبرة الإمام ورش أو حتى مقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي. صحيح يا جزلي، أيضا في نفس السياق دكتور جمال عبد الرحيم عضو اللجنة الدائمة للمجلس الأعلى للآثار قال إنه الصور اللي تم تداولها تخص مقبرة عادية بنيت من فترة زمنية قريبة وملهاش أي علاقة بمقبرة أمير الشعراء أحمد شوقي.
بالنسبة لأخبار المحافظات، في أسوان تم توفير اللحوم السودانية بسعر 230 جنيه، وفي الفيوم تم تشغيل نقطة إسعاف ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 5 مليون جنيه. كمان يا جمانة، بالنسبة لأخبار المحافظات، في اسكندرية قصور الثقافة اختتمت فعاليات مبادرة ثقافتنا في أجازتنا. أما في مطروح فتم تحصين 71 ألف رأس من الأغنام والماشية ضد الحمى القلعية. تفاصيل هذه الأخبار هنعرفها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في أسوان تم توفير اللحوم السودانية بسعر 230 جنيه للكيلو بالمنافذ التابعة لمديرية الزراعة، بجانب القيام بتشغيل عربة اليوم الواحد لتجوب القرى المختلفة لتوزيع اللحوم السودانية على أهالي القرى. في الفيوم تم تشغيل نقطة إسعاف تونس المقامة على مساحة 200 متر مربع بتكلفة 5 مليون جنيه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. نقطة الإسعاف بتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل. في الدقهلية أكدت مديرية التربية والتعليم إن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء أصدرت قرار باعتماد وتجديد 117 مؤسسة تعليمية بالمحافظة، وشمل الاعتماد مراحل التعليم المختلفة بما في ذلك رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية العامة والفنية. في الوادي الجديد أعلنت المحافظة عن تنفيذ منظومة تشغيل وإنارة المساجد بالطاقة الشمسية ضمن خطة التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وده بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وجرى الانتهاء من تشغيل 33 مسجد بالطاقة الشمسية كمرحلة أولى، وجاري الإعداد للمرحلة الثانية بإجمالي 50 مسجد. في أسيوط بتشهد المحافظة أعمال تجهيز 35 مجمع بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة تمهيداً لتشغيلها، وده في إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي بقرى المبادرة. في الشرقية قررت المحافظة النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022-2023، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالصف الأول الثانوي العام 190 درجة بدلاً من 195 درجة. في الإسكندرية اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات المبادرة الصيفية ثقافتنا في أجازتنا، واللي شارك فيها العديد من الفرق الفنية اللي قدمت لأهالي وضيوف المدينة من المصطافين استعراضات فنية مميزة. في مطروح أكدت المحافظة إن الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع اللي بدأت في منتصف يوليو الماضي وصلت لتحصين 69839 أغنام و906 أبقار و450 جمال، بإجمالي 71195 رأس من الماشية، مع استمرار الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية مع تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة.